ما هي قصة أول قاتل متسلسل في تاريخ الجزائر الحديث؟ كيف تمكن رجل منفرد من قتل أكثر من 20 امرأة بالمحراس؟ هذا ما سنتحدث عنه أعزائي في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارت ثقافة ضمن سلسلة أشهر جرائم التاريخ. قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. يعتبر بومهرس أشهر سفاح جزائري تمكن من إدخال الرعب إلى قلوب الجزائريين. اسمه الحقيقي دحو سعيد، وقد ولد في مدينة عين تموشانت في الغرب الجزائري، ثم انتقل إلى مدينة وهران وهي مدينة ساحلية قريبة من مسقط رأسه. عاش الطفل طفولة قاسية جدا، فحسب الروايات العديدة كانت والدته مشعوذة وكانت امرأة قاسية جدا تضربه وتعنفه دائما. كره بومهرس أو سعيد كل الأمور التي حدثت في منزلهم، خاصة تلك الأصوات التي كانت تحدثها أمه بواسطة المهرس، حيث كانت تمارس به سحرها ودجالها. والمهرس هو لفظ يطلق على الهاون في الجزائر، وقد كان ذلك الصوت الذي يفرقع دائما ويدوي بين يدي أمه أثناء جلسات السحر، يتغلغل في نفس الطفل الصغير الذي كان مغتاظا كثيرا من أمه. وفي أحد الأيام شاهد سعيد أمه تخون والده في غيابه، وتكرر الأمر عدة مرات، إلا أنه مع مرور السنوات لم يعد يستطيع تحمل هذا الأمر ليهدد أمه بكشف خيانتها لوالده لتحاول هي ضربه بيد المهرس، إلا أن سعيد كان أسرع منها حيث اختطف يد المهرس منها وبضربة واحدة أرداها قتيلة. بعد فعلته تلك هرب إلى أحد الأحياء الفقيرة واختبأ فيها ليبدأ بعد مدة ممارسة عمله الجديد وهو القتل. كانت وسيلته المفضلة طبعا هي يد المهرس الثقيلة، فقد احترف القتل بها لدرجة أنه أصبح يقتل بضربة واحدة، ومنها أخذ لاحقا لقبه المرعب وهو بومهرس. تقول الرواية الأولى والأكثر انتشارا أن بومهرس بدأ يزور الساحرات والمشعوذات في منازلهن، وكان يتحين انفراده بهن حتى ينهال عليهن بيد الهاون، وهكذا ظل يقتل المشعوذات ويهرب بعد ذلك ولا يترك أثرا. قيل أيضا أنه استهدف النساء اللواتي كن زبائن أمه، فكأنما كان يقتل أمه مجددا مع كل ضحية من ضحاياه. ويقال أنه كان كلما قتل امرأة يقول لها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة سلمي لي على أمي بزاف، وطبعا هذا يعني أن تسلم له الضحية على أمه كثيرا. أما الرواية الثانية فتقول أن بومهرس لم يستهدف المشعوذات، بل استهدف النساء اللواتي يلبسن مصوغات ذهبية، فكان يتتبعهن ليعرف منازلهن، ثم يدعي أنه موظف بشركة الكهرباء وقد جاء ليقرأ العداد، فيتمكن بذلك من الدخول وقتل الضحية وسرقة كل مصوغها. وذات يوم دخل بومهرس أحد البيوت مدعيا أنه من شركة الكهرباء، لكن صاحبة البيت لاحظت وجود المهرس بين ملابسه. ولأن قصة بومهرس أصبحت شائعة في مدينة وهران فقد بدأت بالصراخ والعويل، وجه لها بومهرس ضربة لم تكن دقيقة وحاول الهرب، إلا أنه لم يكن سريعا بما يكفي، حيث تجمع حوله أهل الحي وحاولوا إمساكه، وقام أحد بائع الخضار في الحي برميه بعيار حديدي ليغمى عليه على الفور. جاءت الشرطة وقبضت عليه، وهكذا تم القبض على بومهرس بعد أن قتل 20 امرأة. أما عن ضحيته الأخيرة فقيل أنها قد نجت وعاشت حياة طويلة لتموت سنة 2019. كان القبض على بومهرس سنة 1965، وقد تم الحكم عليه بالإعدام وقضى سنة واحدة في السجن لينفذ فيه حكم الإعدام سنة 1966. يقال أن آخر كلمة قالها قبل تنفيذ الحكم هي إن شاء الله تسامحني أمي، أي أن هذا القاتل رغم كرهه لوالدته إلا أنه أبطن حبا خفيا لها. هكذا أعزائي تنتهي قصة أول قاتل متسلسل جزائري. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.